الحرب أن تمحو صوت الموسيقى، خصوصا الألحان التي يستنشق عبيرها الفن والفنانين في هذه المحافظة. مرة أخرى بعد سنوات من الاختفاء يعود العزف الجميل الذي اشتاق له أبناء محافظة أبين، حيث يترجم فيض المشاعر المكبوتة والحلم بيوم آخر تتنفس فيه الأوتار. لا ينسى الفنانون هنا تلك الأيام التي عاشوها أثناء تواجد المسلحين، وتلك المعاناة التي حرمتهم من العزف والغناء وضيقت عليهم الخناق حتى وصل الحال إلى تحطيم آلاتهم الموسيقية. ولكن الأمل لم يتحطم كما تحطمت الآلات الموسيقية، وعاد يثمر ألحانا من أجل الوطن. نستعيدك يا وطن. في مدينة الحصن عاصمة الفن والثقافة كما يحب أبناء المحافظة تسميتها، عادت جمعية الفنانين بعد سنوات من توقفها. هذه الأغنية تقدمناها طبعا بشكل طوعي بدون دعم أي حد. إذا نستطيع أن نقول أن ما حد دعمنا أبدا، لا في المحافظة بل وجدنا بعض الصعوبات بأن هناك من يحاول أن يعيق عملنا، ولكن نحن تواضع المكان وعدم توفر آلات موسيقية حديثة وغياب دور وزارة الثقافة ومكتبها لم يمنع استمرار الفنانين من استخراج طاقاتهم الفنية ومحاولة العودة إلى سابق عهدهم. على الرغم من كل ما عاشته أبيان، إلا أن الفنان هنا ما زال يتنفس الموسيقى كما يتنفس الهواء، وما زال يغني للحب الذي ينثره في كل ساحات الوطن. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.